المعاناة والألم والفجع ديال حياة ديال هذا القطاع، ديال الناس ديال هذا القطاع، أرباب ومسيرين وخادمات ومستخدمين، واحد العدد ديال البشر الآن كيعاني من جراء القرارات ديال هاد السلطات. وقلنا لهم هاد القرارات راها ما في صالح حتى شي حد، ما فهمتش انا علاش كيديروا هاد القرارات اللي هي كتشرد الناس وكتدفع الناس البطالة وكتدفع الناس باش تبيع الممتلكات ديالها. هذا قطاع قلنا شحال من مرة هو قطاع حيوي، قطاع كيساهم في مداخل الجبايات الجماعية، كيساهم في مداخل الخزينة العامة بما فيها من ضرائب وواجبات، ولكن القرارات اللي كتاخذها السلطات ديال الدار البيضاء راه مازال كنقولوا قرارات جائرة وقرارات ما عندها معنى وقرارات راه كتدفع الناس غير التشرد كما قلنا. واش مطعم كيشغل واحد 30 واحد 30 عائلة كيرتكب شي مستخدم ولا شي نادل شي خطأ بسيط وكتجي المراقبة وكتضبطو في دار هذاك الخطأ وكدير له سحب الرخصة، هو راه الإعدام. هذا هو الإعدام، راه كيقولوها قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، سحب رخصة نهائي عندها معنى. كتضربوا الناس وكتضربوا العمال وكتضربوا المسيرين وكتضربوا الأرباب المحلات وكتضربوا الاقتصاد. ولهذا احنا راه درنا واحد اللقاء تواصلي يوم 22 أكتوبر، وعلى ضوء هذاك اللقاء راه درنا مراسلات لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية والسيد والي جهة الدار البيضاء السطات على أساس باش يفتحوا معنا حوار وباش نقولوا لهم بالمباشر، وحنا جالسين معهم راه هذا العمل اللي كتقوموا به راه ما في صالح حتى شي حد، وراه حنا كنتظروا الجواب على أساس في واحد زمان محدد باش جلسوا معنا هاد الناس يفتحوا الحوار. وجميع الناس كيتحاور، انا ما فهمتش علاش هاد القطاع ما بغاوش يجلسوا يتحاوروا معاه، حتى ملي كنجلسوا شي مرات وكيكون شي حوار كيتم التراجع حتى على الالتزامات اللي التزموا معنا بها. وخص بالذكر قضية ديال واحد المحل كاين ما كيلقاوش الجيرو، واتفقنا مع السلطات انه الى ما لقاش الجيرو يمكن نعيطوا له نقولوا له فين كنتي، الى كان شي تبرير معقول ما كاين باس. فهاد الالتزام هذا ضربوا عرض الحائط، دابا كاين محلات ما كيلقاوش المسير كيمشيو يصدروا قرار ديال الإغلاق ديال شهرين وشهر وثلاث شهور. إذن هذا تراجع على واحد الالتزام التزمته السلطات مع الجمعية ديال أرباب المطاعم. وهاد اللقاءات بالفعل ملي كتكون شفوية راه كيديها الريح. حنا نطالب مرة أخرى إلا جلسنا مع كتجلسوا مع جمعية رسمية، مع جمعية عندها حق دستوري، وفتحوا معنا محاضر وبداو تكتبوا معنا شنو قلتوا وشنو قلنا.
باش كل واحد يلتزم بالكلام ديالو، وهذا كله راه في صالح العام، هذا كله في صالح الاقتصاد. او عاد الناس الاخرين اللي نساوهم هما اصحاب الحانات واصحاب الملاهي الليليه، هادو منذ بدايه الحجر الصحي هما سدوا لهم كيف سدوا الجميع، ولكن جميع القطاعات فتحات من بعد الا هادو لمده 30 شهر تقريبا. واش هاد الناس ما عندهم اولاد؟ واش هاد الناس ما عندهم كرا؟ واش هاد الناس ما كيمرضوش؟ واش هاد الناس اللهم هذا منكر؟ ايوا شوفوا بعين الرحمه وبعين المواطنه وبعين الانسانيه لهاد الناس، راه الناس وبالالاف، هي ماشي بالمئات، هي بالالاف، راه مشرده الان، راه دايم في الشوارع، كاين اللي ولا كيطلب، كاين اللي ولا كيمشي عند صاحبو يهزو، كاين اللي كان باترون ديال واحد المحل ومشى اشتغل فيدور في جهه اخرى في محل اخر. والله من ذلك عيب عيب. اذا مره اخرى احنا هذا اللقاء عاوتاني الاخر هو طلب فتح حوار، نحن ننتظر. نحن ننتظر السيد رئيس الحكومة، وننتظر السيد وزير الداخلية، وننتظر السيد والجهة الدار البيضاء السطات لفتح حوار باش نرفعوا هذه المعاناة وهذا الألم على هذا القطاع هذا. وشكرا.